عمر، انت فاكر بكره ايه؟ عيد ميلادك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا عمر. يا ترى بقى كنت ناوي تيجي ولا كنت هتكبر دماغك؟ اكيد ناوي اجي طبعا. ماشي، يبقى انا بعد ما نقفل هبعت لك عنواني الجديد. مسج. اوكي اوكي ماشي عمر. لا اله الا الله، محمد رسول الله. يس 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 حبيبتي يا سلام، اخيرا هشوفك. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Les soins de tout le monde. Tu penses que Selma n'a pas été avec moi aujourd'hui? فستانها حلوة قوي. ورشدي شكله قمر. سلمى وابويا، ايه جو العشق الممنوع ده؟ شكلك في البدلة قمر يا رش. انا عارف. الف الف مبروك على الخطوبة يا سلمى، والفيلا تجنن. رشدي جابها لي هدية خطوبتنا. وتقولي لي بيتي الجديد جايب لها فيلا سهل. تعرفي ان انتي ورشدي لايقين على بعض جدا؟ انتوا هتتجوزوا امتى؟ يعني شهر شهر ونص كده. وهتقضوا شهر العسل فين؟ هنلف في يوروب كلها. الله يرحم ابوك يا بنت نوفل. مامي مامي، انكل عمر جه. انكل عمر؟ عن اذنك. عمر، والله يا ابن حلال كنت متأكدة انك اول واحد هتيجي عيد ميلادي وخطوبتي. خطوبتك يا بنت الكلب؟ ده انا هديكي 30 جزمه على وشك دلوقتي. اتلم ولم نفسك ولم وشك عشان الناس تبص علينا وبنتصور. هديكي 100 شبشب على خدودك اللي شبه الطبق دول. صحيح، نسيت اعرفك على رشدي خطيبي. عارفه عارفه ابو طويله. هو ابو طويله فعلا، بس مش ده. ده رشدي الاكوح، اول علم مصارعه. عمر رشدي، اول علم باليه مائي. ربنا معاك يا بطل، مصر امانه بين ايديك. سلام عليكم. يا اخي سيبني بقى، يعني بسميتك ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ حياة امك يا سلمى، انا اوريك. انا هرجعك تشحاتي تاني واعرفك مين هو عمر رشدي ده. هموت هموت يا شبيح، هموت يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. انا تشتغلني بنت المراحه وتقولي تعالى عشان عيد ميلادي، اروح الاقيها بتتخطب بتتخطب والواد واقف زي البقف كده يقول لي اهلا وسهلا بنت اللذينه، وتقول انا بحب الابطال. الابطال يا سلمى يا بنت المتضايقة. ماشي، أنا تعملي معايا كده؟ ماشي يا سلمى، ماشي يا سلمى يا بنت نوفل، ينفع كده يا شبي؟ لا طبعًا. يبقى إزاي؟ 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 بس يا عمر، إيه ده حبيبي إيه ده؟ هنقعد، كلهم كده وليها حل؟ حل إيه يا أبو حل؟ حل إيه يا أبو حل؟ وأبويا؟ أبويا يبقى عارف وما يقوليش؟ اروح هناك الاقيه معزوم عامل لي فيها ام العروسه.
ماشي يابا، ماشي يابا، ماشي. هموت يا جيمي، هموت. طب وحياة أمك ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ 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 كسرت عمر. ليه كده بس؟ ليه؟ ايه ده حبيبي؟ ايه تعال تعال اقعد اقعد. ايه ده؟ صحتك؟ صحتي؟ صحتي يا ابو صحتي؟ ما راحت صحتي، خدت صحتي وفلوسي ووقتي ويوتيوبي يا جيمي، خدت يوتيوبي. فين ال اوس اي حاجة قدام اقعد. سيبني. طب انا راضي ذمتك يا جيمي، ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ ازاي؟ حظي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ده انا بقالي سنتين بجهز في الشقة دي عشان اتجوز فيها، ده الزيزة كلها واخرب بيتك. تتجوز؟ عشان تخلف ويجوا عيالك على اخر الزمن يقولوا لك يا انكل جيمي. انا انكل جيمي. بذمتك ينفع كده؟ لا طبعا. عليا وعلى سنين السودا. يبقى ازاي؟ 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 مش عارف مالي، مش عارف مالي، انا تعبان. سوري يا جيمي. سوري يا حبيبي. معلش انا حاسس ان انا دوشتك شويه. انا مخنوق، انا عايز اغير جو. ارجوك يا عمر غير جو. ايه؟ غير جو؟ انت مش حاسس بصاحبك يا جيمي؟ مش حاسس بيا تقول لي غير جو؟ ينفع كده؟ انت كمان ما بتردش عليا؟ ما بتردش عليا يا جيمي؟ ما بتردش عليا؟ صاحبتي يا عمر. ايوه يا باشا، كله تمام يا باشا، والحاجه معايا. انكل، انا انكل عمر. والله العظيم يا ابو ما كنا عارفين عواقب اللي احنا بنعمل. يعني هم ممكن يجي في مخيلتنا ان انت ومامي تتطلقوا. نتطلق؟ ده انا اتخلعت يا اولاد الموكوسه. سامحنا يا وحش. سامحنا. ماشي، وانت تقولي لي وريني وشك الحقيقي واقلع القناع. انا هوريك وشي الحقيقي. انتوا ما بتصوتوش ليه؟ اصل انت نسيت تحط الميه. عملها الكلب مذبوح. عمر يا وحش. وحش؟ انت خليت فيها وحش يا مذبوح. ما حطيتش ليه ميه في البرميل زي ما انا كان نفسي؟ ما انت ما قلتليش. طب اديني فرصه ثالثه. الخاين يا مذبوح ملوش مكان بينا. سمعت قلت ايه؟ الخاين ملوش مكان بينا. مقتول. امرني يا وحش. انت حطيت كم معلقه سكر في الشاي؟ ثلاثة يا وحش. وما حطيتش اربعه ليه زي ما انا كنت بتمنى؟ معلش يا وحش، غلطة وندمان عليها. وبقول لك واسمعيها، الخاين مالوش مكان بينا. سبق وقلت لكم الخاين مالوش مكان بينا. مفتوق. اؤمر يا وحش. ايه هتاخد لي مذبوح ومقتول تشويهم وتطبخهم وتحطهم للأولاد على العشاء؟ حاضر.
حصل يا وحش. الو الو، السيدة سلمى بنت نوفل؟ ايوة. انا مين معايا؟ محسوبك لمؤاخذة اللهو الخفي. لهو؟ يا لهوي. انتي طبعا مستغربة ازاي البنات ما وصلوش لغاية دلوقتي. اتطمني، اتخطفوا. اتخطفوا؟ يا لهوي. قطعولي وداني البنات دولم واعملهم لي قطايف. قطايف؟ يا لهوي عمر. الو عمر، الحقني. انا سلمى. سلمى مين؟ مش وقته يا عمر، البنات اتخطفت. ولادي ولادي. السلام عليكم. خير يا سلمى؟ في ايه؟ الولاد فين؟ ولادي فين؟ انت اللي خطفت الولاد، انت اللي بلعتهم. ولادي فين يا لكوح؟ انت اللي بلعتهم. بلعت مين يا ابن المجنونة؟ وريني. يا ملك يا ليلى، ما تخافوش يا حبايبي، انا بابا، ما تخافوش. ايه ده؟ ما اكلتوش ليه؟ الاكل قدامكم من امبارح. قلت لكم 100 مره مذبوح ومقتول، لحمتهم لازم تتاكل طازه يا اغبياء. طب يا جماعه هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش عارف يا عمر، مش عارف. انا حاسس ان سلمى كده استوت يا معلم. يا عم انا ماليش دعوه بالماضي، انا بتكلم في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي احلى. ناقص ظرفك. انا بتكلم جد دلوقتي. اذا بدك نحكي جد، انا رايي التلفن لهلا، وتطلب فديه كتير كبيره، بتجريك على تحت اجريك، وبعدين هي اكيد ما معها تدفع. برافو عليكي، فكره هايله يا بنت الايه. يبقى انا كده اخترت صح. الو، السيدة سلمى بنت نوفل؟ ايوة. انا مين معي؟ محسوبك ولا مؤاخذة اللهو الخفي. ازيك يا استاذ لهو؟ ازيك يا ماما. انا في الحقيقه كنت عايز اطمنك على القرشانتين اللي عندي، واقول لك ما تقلقيش، ما بيناموش غير لما يتعشوا باتنين مولتو ويعملوا الهيم ورك بتاعهم. كتر خيرك يا استاذ لهو، بس مش تديهم لي بقى؟ احنا مش عايزين نتعبك اكتر من كده معانا. لا 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 لا، لسه موضوعنا ما خلصش. احنا بس كان عندنا طلب رفيع من سيادتك. عمر عمر يا استاذ لهو، احنا طالبين فادي عنيفه شويه، 75 جنيه وعهد الله ما هينزلوا مليم. كم؟ 75 مليون جنيه. اجيبهم منين دول؟ يا نهار اسمر. اسمر تاني يا سلمى؟ نعم. الو، قدامك مهله لغايه الصبح وبيديني مزدك. ها ايه يا سلمى؟ الاقي معاك 75 مليون جنيه سالف واديهم لك يوم الثلاث؟ ما الاقيش انا معاكي 3000 جنيه وارجعهم لك السبت. يوه انت هتهزر يا رشدي؟ انا عيالي مخطوفين. ايوه يا عمر. مش ده تليفون عمر برضو؟ ايوه سلمى، انا عمر. ايوه يا عمر،
بس انا سمعت صوت القهوه جنبك. ما انا قاعد معاها على القهوه بحاول اوصل للديل كويس، وصلت معاه 2 مليون جنيه، بس المشكله ان هم طالبينهم خمسات. قول لها خمسات جديده. المهم بكره الصبح هنقابلهم. طيب اوكي يا عمر. عمر بس انا لازم اجي معاك، انا مش هينفع استنى كده. لا يا سلمى، خليكي انت ورشدي قضوا وقت سعيد. ازاي يعني؟ طب اقول لك، انت برضو ام، تعالي احضري اللحظه دي. طيب يا عمر، طب قول لي اقابلك فين؟ ما تخلص يا خلاص. خلاص يا سلمى، هبعت لك العنوان في مسج. اوكي يا عمر. البنات فين؟ ما جبتهمش الا لما اشوف فلوس الفيديو الاول بعناية، وبعد كده ببعتهم لك. لو بناتي ما ظهروش دلوقتي هقلبها مجزره. بناتي عمر، اتصرف. لا يا سلمى،